فكري كان عم يدرس الإخراج بأمريكا. هناك تعرف على ياسمين، أحبوا بعض جدا. تعمل إيه؟ أنا بعمل فيلم. فيلم إيه؟ فيلم عن دماغ. بس على قد ما كانوا منسجمين كانوا فعلا مجانين. عملت إيه مع عبد الرحمن إمبارح؟ كنت رايح له بورق فيلم وإداني ورق لفيلم تاني. فيلم إيه؟ فيلم وثائقي عن قصر البارون. أعرف فتحة بعيدة عن بوابة القصر ب 120 متر. وإحنا نبقى داخلين من ظهر القصر. مستر سبيل لحد ما نوصل أوضة ورا صورنا الماتيريال بتاعنا وكتبنا. أقف عندك أنت وأهو. إيه اللي مكتوب على الحيطة ده؟ إيه اللي خلى بنت البارون تعمل بلكونة؟ بلاش نكتب في سيرته. سيرت مين يعني؟ والله انا مش عايز احكي لك ايه اللي حصل لي فوق. اكيدكم الستات. كده يا ساتر يا حبايبي. لو كان جاي جاي اثبت نخلص اللي ورانا مش ناقصين. اطفي الكاميرا.